دوحا قران يدا مركو يمي نبي الله سليمان هل كم دا قران يدا هذا الشيء وإلهي وركي دي سو نقلي وعلى هذا وحكو هذا الشيء من أفصح ما يمكن وحقوق قروح بدن أما التعبير كوغو ناكسن إلا شيقي كرو ويوا تعبير كوبا وأي يدي ودكتي ومغا عوضي وأمرتي ونهيدي وعممتي وخاسي شيء ودكتي بيد هذا علماء البلاغة وحيد هذا حوالي سدح طبان قضب وقونتا سيا كتشر تبيد هذا أيضا انت عير يدو تلي إلهي وحلي سبحانه وتعالى قالت نملة قران يدا ميت كم داتلي نملة النمل با جماعة وسيدا بقر يا بقرة ومفرد مركا ولبا نكراء نملة تموين وتنكير بصارا وون حبت كم دا قران يدي إلهي ما مقعب المفسرين تم بقرات تهيد مكان بيهد مع عساكر تهيد محراسين تهيد كي دون تهن مغطو إلهي سبحانه وتعالى وتنكيري وأنا لا تلمام حبت كلية إنا يهي قالت نملة هل قرآن يذا كم إذا با وحي تري يا أيها النمل قرآن يوي ادخلوا مساكنكم ما لها كو حسشان مكان الدقان كينا كو حسشان دقا قرآن يذا ويسعد بضانته مرقا ادخلوا بيوتكم ما يرانا ادخلوا مساكنكم من السكن بكتنا ما يشاهد دكتاني كو حسشان قلا لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون مفسرين ربضاني وحي تلمامان لا دهل كانوان ناهية لا يحطمنكم أي لا تطع هاي سبان ديجننا سليمان سيانو يعيد مديسو إدين دومين إدين بربورينين وحي دهدان ما يؤرانين لا يطأنكم أو لا يدوسنكم لكن وحي تلمحي لا يحطمنكم وتعبير تلمام يبي لي إنو عيدا أي تهي إن حيوان كان ير إلا إذا هذا قرآن يدو قرآن يدو إسكاليتان قلف بيلا هذا يم أو إكسو إسكاليتان بيلا هذا كوانا قونتو هذا حشرات كورما قلف تيدا يري وقلف كسما يسان وحسيدا قرآن ردو كلا بربورا مركا يو إدو كوچوك سينا ما يو عكتو سيسيدا يو إدن بربورين من بيلا هذا حطامكو يعني وبربورين نار الله الحطمة وبربوريني يو إذن بربورين سليمان يعيدا كيسو وهم لا يشعرون والحال هم لا يشعرون يقول ولبان إذن أغي عدلها قرد مننا وانا يعذر دارتي سليمان يعيدا كيسو إنا نيدول حد قد بيا أهي لكن هذا حادث هذا ندعضه سببت يقول عيسى إتهي إنا نيوحب أغي إلهينا مركب حولي فتبسم ضاحكا من قولها نبي سليمان ومصادي سقو دول عدين ايا اما سقو قسل ايا قسل ان قهقها كتشرين اي دول عدين سما مصادة من قولها وركيدي يبتنا الهي ببر يوحلي وقال ربي اوزعنا نشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين الهي ببر يا ان الله وافتشيه وكو الهاميه نعموين كترادة بدن اللي سيئي إنو شكري قيدا لأي مادو قصة داني لباشي واللبادو وخارقاء باكو جيره مدتكو انت بدن ويفهمي كرانا وحويان نبي سليمان إنو أفكرتي قران يدا قران يدا هاد ليسا إن إلهي فهم سيئي نبي سليمان لكن ينوحا عجبا قران يدا نينا يقرطو عيدا كان يعيدا كي سليمان إنو يأي مقعد لو ضبا سليمان يعيدا كيس وقرا تشغرا نيسا عندما ما يشمر يسا انه نبي سليمان يحي عيدا نوته مركا ما يورنين سنقدي بحيسا يدين بربورينا ما 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 يشمر يدين بربورينا ينه وا ما قعد نبيسا وهي شيغيسا سليمان يعيدا كيس سدا الهي تلمام سبحانه وتعالى قصدا وحيدا دان نملدو ما بهاشا الله الا يدا قران يدو ومخلوق اد وتمر ير او ير لكن وحصو صار بدن وهي كمتي مخلوقات كونول صفة اجتماعية بلشة ونول ودر ونول ما مله أوكلا سرية
oo qayba nolosha ka kala gadisan cidiba ay qayb qabato waa mujtamaaciyada unthawiga bay dhaadeen in dhaddi ku taliyo iyaga iyo shinnida iyo haweenayba ka taliso maamulka sare haysata ciidamada ugu badanina xuraasiinta ah wax ilaaliya qaybo raashinka soo gura waxaasoo dhamma waa dumar raggu shaqo qudhu qabtaayo boqoraddaasuu rimiyaa waana ka ugu cimri yaroo maalmuu jiraayo wuu dhintaa boqoraddani sannaday jirtaa lix sano ilaa soddon sano qaar bay gaadha bay yidhaahdaan kuwan kalena dhowr bilood ilaa sannaday jiraan mujtamaca ka ninka u tamar yar meesha jooga qudhaanjada mujtamaceeda shaqada qudha uu qabtaana waa inuu talqiix sameeyo mujtamaca kani waa mujtamac wax dhisa oo wadooyin samaysta oo bridgeya sameeya bay yidhaahdaan yacni markay rabto meel biyale inay ka tallowdo bridge bay samaysaa xabad baa meel istaagaysa mid kalaa dabada sii qabanaysaa mid kalaa sii qabanaysaa ilaa iyo dacalka biyaha kale ay isku taxmaan inta kale kuwan bay dul marayaan hadday biyuhu ballaadhan yihiin koox bay sameeyaan waa soo biiraan waa soo biiraan waxay sameeyaan koox tiro badan oo meesha joogta inta kale way dul maraan marka waxay dhaahdaan wadooyinkooda way samaystaan bridgeyay samaystaan guryay dhistaan nafaqyo godad bay qodaan hoose ciidamay leeyihiinna waa dagaalamaan waxbay dhaqdaan xolaley bay leeyihin bay leeyihiin iyo beereley labadaba oo bahashan yaraad arkaysaa waxay dhaahdaan waxaa jirtaa xayawaan yaroo kaloo ay dhaqdaan xayawaankaa yar subaxii waa la dareeriyaa waa la kaxeeyaa dhirtay saaraa dhirtuu macaanka ka nuugaa markuu dhargo habeenkii waa lasoo carraabiyaa xerada meeshoodaa la keenaa dabeetana sokortaa dib looga miira subaxiina waa la shaqo geeyaa habeenkiina waa la soo hoyaa waa xoolo la maalo sida xoolo inuu dhaqano oo kale beeraley bay leeyihiin oo ah waa baxaan caleen bay soo guraan waa burburiyaan dheecaan kale ku daraan fitriyaad baa ugu samaysma markaa ama parasites protein bay cunaan iyagu caleenta ma cunaan shinnidu shinni leyna bahashan quraanyadu laakiin protonka ay cunaan way beerayaan dhirta ay soo gooyeen meesha uu ku beerteen ee dabeetana dheecaanka kale ku dareen ayaa fitriyaad parasite ku dul baxaya parasitekaasi markuu xad gaadhay gurayaan kaasaa cunnadoodiiya kuwii askarta ahaa kuwii dabadda joogay kuwa gudaha jooga waxba waa loo qaybinayaa cunnadoodaasay samaysanayaan idan waa mamlaka ama waa boqortooyo dhisan oo maamul iyo mijo iyo askar iyo kuwo wax fiiqa xataa qaar bay leeyihiin nadaafadun ka shaqeeya oo guryahoodan iyo meeshan ay degan yihiin oo qura nadiifiya qaybay leeyihiin ciidamo oo dagaalamo oo wax karawa idan waa mujtamac dhan oo sidaa u dhisan mujtamacaa dhan ee sidaa u dhisan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu inooga sheegay hal qaso waxaan kale aqoon-yahanadan maanta dunida joogaa baadhitaanna ku sameeya hal qisa ilaahay inooga sheegay halkaa qisa waxay ku saabsiisan tahay qaalat namlatu hal ka mid ah qudhaanyada xabaddaasi mashkilad bay dareentay markay mashkiladda dareentay may odhan lafahaaga la baxsoo adigu iska tag meesha lafahaaga kala baxso yaan waxa isku diline iskaga tag bay odhanin ee waxay ka fakartay jamaacadeeda sidii ay nabadgelyadooda iyo wanaaggeeda uga fakari lahayd walidaalik halkay ka baxsan lahayd may baxsanine waxay bilowday inay yeedho oo u yeedho tolkeed yaa ayuha namlu inay tidhaahdo naadat wanabahat bay dhaahdaan waa dhawaaqday iyadoo weliba haa u tanbiih isticmaalaysa oo yacni feejignaan wada gelinaysa maxay leedahay yaa ayuha annamlu udkhuluu waa magacowday dabeetana waa amartay qudhaanyooy gal bay yidhaahdeen xaggay gelayaan way u tilmaamtay sida loo badbaadayo waxay yidhaahdaan mashkilad baa jirtaa iyo hayaay qudha may odhanin ee waxay u sheegtay xalka ugu dhow ee mashkiladan lagu xallalayaa waxay tahay waxay leedahay shaqooyinka oo dhan joojiya cid waliba ha gasho maxay godkeeda ha wada galaan markaasay weliba waxay ka nahyiday laa yaxtimannakum yacnii ha u bambixina si aanu idiin burburinin marka waa nahyi bay leeyihiin laadatan iyo laa naafiya maaha bay ku tilmaamaan yaan ha u bambixina oo ha imanina meel
laydinku burburiyo bay leedahay waa amarta guriya gala asoo bixino meel ku burburtaan hatagina bay leedahay iyo burburinaya waa sheegtay Suleyman oo ay magac dhawday iyo junuudiisa ay dhahdan khassat thumma ammat haddana waxay kala sheegtay cudurdaarkii nabi Suleyman idan qisadan markaan soo duubno waa qisad tilmaamaysa koow qof kasta oo bulshada ka mid ah la rabaa in lagu tanbiihiyo in mas-uuliyadii bulshadiisa ka saaranta waxaynu ka faa'iidayna wax weeyaan inaanay ahayn madaxda oo qura ama cidda waxgaradka oo qura ama cid kasta oo khatar aragta inay calayhi korkiisa saaranta inay dadka u digto